رزقك سيصلك فلا تقلق. شوف يا أخوان، فيه رازق وفيه مرزوق. أنت أيها الأب ولا الموظف، أنت مرزوق لست رازق. أنت أيها التاجر تراك مرزوق وليس رازق. الرازق هو الله، وهو الضامن أن كل دابة قد تكفل برزقها، ووعد أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها. وهناك مرزوق مدبر أنا وأنت، وهو أنت. لا تظن أنك من يطارد الرزق، لا لا لا، الرزق هو اللي طاردك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يا مكتوب، لازم أن تأخذ. يعني شوف القصة هذه، إبراهيم بن أدهم وضع بين يديه لحم مشوي، فجاءت قطة فخطفت لحمه وهربت، فقام وراءها وأخذ يراقبها. هذه القطة أخذت اللحمة إلى مكان مهجور ووضعتها وذهبت، فخرج ثعبان أعمى، ثم بعد ذلك أخذ قطعة اللحم وذهب. فرفع إبراهيم بن أدهم رأسه وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. معروف أن القط عدو الثعبان، لكن سبحان الله سخر هذا لهذا. فثق بربك واطلب الرزق، لكن احذر أن تطلبه بمعصية الله. من رزق الحوت في بطن البحر والدود في بطن الصخر والطفل في جوف الأم لا يمكن أبدا أن ينساك. لا تقلق، ابذل الأسباب واتقن الأسباب وفوض الأمير لله. لا تجلس في بيتك تنتظر الرزق. السماء لا تمطر ذهبا كما قال عمر، بل كن كالطير خرجت من أعشاشها وبذلت الأسباب وما عادت خائبة، بل غدت خماصة جائعة وعادت بطانا شائعة.